الدكتور يعني عدنان لفته الصحفي. مساء الخير خالي دكتور وحياك الله. اليوم لنبدا من حيث يعني الافتتاح. الافتتاح ربما الكل كان لا يتوقع موضوع حفل الافتتاح. الكل يعني السيد فراس بحر العلوم قبل يومين الافتتاح تكلم قال سوف تنبهرون بهذا الحفل، وفعلا انت كنت حاضر ونقلت الصوره وتحدثت بما يعني يرضي النفس ويرضي الجماهير. نعم اكيد، تحيه لكم ولمشاهدي قناه التغيير. اكيد انا اعتقد كل العراقيين فخورين بما حصل في حفل الافتتاح. كان حفلا بهيجا، حفلا جميلا انيقا، يعبر عن حضارة العراق، عن تاريخ العراق. أنا أعتقد حفل مذهل ربما لن يتكرر في بطولات الخليج. كل الأوساط الخليجية اتفقت على أنه الحفل الأجمل طوال تاريخ البطولة. في السابق كان مجرد ترتيبات بسيطة ثم إقامة مباراة الافتتاح. العراق أعطى قيمة كبرى للمباراة الافتتاحية. أعتقد الجميع يعني دهش وأعجب بما حصل في هذا الحفل، وأكيد كانت الخطوة الأكبر هي حضور رئيس الاتحاد الدولي أنفانتينو. أنا أعتقد هذه رسالة كبيرة عميقة. أسألك في هذا الموضوع اليوم، لأول مرة يحضر يعني رئيس الفيفا إلى العراق. اليوم الكل كان ربما متخوف أنه العراق بلد غير آمن والبصرة غير آمنة، لكن شاهدنا عكس ذلك. اليوم ما هي الانطباعات أو الرسائل التي ترسل تجاه موضوع قدوم هذا الشخصية المهمة؟ وأيضا هل هناك مطالبات بأن يتم فتح الحظر كليا عن كافة الملاعب؟ أنا أعتقد ربما الحظر سيكون مرفوع خلال وقت قصير، لأنه اليوم غرد أنفانتينو قال بالحرف الواحد أن هذا الشعب يحب كرة القدم وأن كرة القدم تجلب السعادة للشعب العراقي والشعب العراقي يستحق. أعتقد رسالة واضحة وأكيدة أن العراق فعلا ناله من الجور الكثير ومن الظلم الكثير، بحيث بقي بعيدا عن احتضان مباريات الدولية. أنا أعتقد هي هذه الرسالة الأكبر اللي تحققت، إلى جانب خلينا نقول نجاح حفل الافتتاح. اليوم التهاني توالت على الاتحاد العراقي من أمين عام الاتحاد الخليجي، من الاتحادات الخليجية، من كل الأوساط. الجميع يشيد بما حدث في مباراة الافتتاح وبما قدمه العراق خلال الساعات الماضية، وأيضا في حضور الوفود الرفيعة المستوى ابتداء من أنفانتينو إلى رئيس اللجان الأولمبية الدولية الشيخ جوعان بن حمد، رئيس الاتحاد الخليجي، رؤساء الاتحاد الخليجية. أنا أعتقد هذا هو ما يسر الجميع وخاصة المواطن العراقي. طيب دكتور، يعني نتحدث ولو يعني بالمختصر، اليوم شاهدت مباراة افتتاح المجموعة الأولى وأيضا المجموعة الثانية، البحرين كان صاحب اللقب. اليوم كيف شاهدت مستوى المنتخبات ما بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية؟ وهنالك من يقول لغاية الآن لا نستطيع أن يعني نتكهن بمن يصل إلى اللقب. نعم متفق معك، المجموعة الثانية طبعا أقوى من المجموعة الأولى، المنتخبات قوية جدا. المباراة الأولى البحرين والإمارات، الإمارات كانت أفضل على صعيد السيادة، الحيازة، السيطرة على أرض الملعب، لكن أنا أعتقد خبرة البحرينيين يعني قالت كلمتها بفضل لاعبهم المميز كوميلي الأسود اللي نال لقب أفضل لاعب في المباراة. هو سجل الهدف الأول وكان هدف جميل جدا، والثاني سجل جاسم الشيخ. عودة الإمارات كانت متأخرة عبر رأسية لسباستيان في الدقيقة 91 مباراة، أعتقد الوقت مضى عليهم. طبعا هي ليست قصورا بالإمارات، الإمارات فريق جميل وقدم مستويات مميزة، وأعتقد ربما يعني يذهب إلى الفوز الأول في الجولات المقبلة. بالنتيجة تميمة السندباد تنتظر من يأخذ الكأس لها وتبحر به إلى الدولة الشقيقة. شكرا. نعم. دكتور شكرا لكم دكتور.